يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفني وينورني في هذه الفقره. اتنين من الاسماء الكبيره في كره القدم النسائيه في مصر، اسماء نتشرف بيها جدا، وكره القدم النسائيه في مصر هي اصبحت الان محط اهتمام لكثير من الجماهير. زمان شويه، مش شويه كتير يعني، ما كناش كلنا مهتمين بالكره النسائيه اهتمام جيد، رغم انه كان بيحصل فيها تطوير، كان تطوير بطيء، ولكن الان في تطوير سريع وتطوير متلاحق في الكرة النسائية، وبالتالي الاهتمام بالكرة النسائية جماهيريا بدأ يزيد بشكل كبير جدا. عشان كده يشرفني وينورني في هذه الفقرة كابتن وسام عثمان المدير الفني لنشئات وادي دجلة، وأيضا كابتن فرح سمير حارسة وكابتن فريق وادي دجلة. يا فندم مشرفة ومنورة. أهلا وسهلا. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله. كله تمام. كويس؟ تمام. منورة ومشرفة. منور حضرتك. أخبارك إيه؟ الحمد لله. كله تمام؟ حارسة جامدة يعني؟ اه ان شاء الله. اللي هم بيتهاجموا عندنا في الكوره بتاعت الرجاله، لا ان شاء الله، احنا دايما الرجاله عندنا بيتهانوا الحراس. انت تمام؟ تمام الحمد لله. طيب كابتن وسام، عايز ابدا معاكي وهبدا معاكي في اللي قلته دلوقتي، انه انت عايشتي الكوره النسائيه تقريبا طوال سنوات تاسيس الكوره النسائيه في مصر من اول يوم، وانا عارف كمان انت صاحبه اول هدف في الكوره النسائيه. انا اول كابتن منتخب مصر واول هدف رسمي في كره القدم النسائيه في مصر. يعني التاريخ كله معاكي، تاريخ الكره النسائيه كله في ايديكي. الحمد لله. انت عشتي فترات كانت الكره النسائيه فيها ما فيهوش ازدهار، الناس مش عارفه بالكره النسائيه، حتى كمسؤولين في الكوره في مصر ما بيهتموش بيها، وبرده عشتي الفترات الاخيره اللي بدا يبقى فيه انديه وبدا يبقى فيه فرق ولاعبين ومنافسات وبطولات افريقيه، انت عشتي كل ده. قولي لي اللي انت عشتيه في الماضي وشايفه ازاي اتحركنا لحد ما وصلنا للمرحله دي. هو الاول احنا ما كانش فيه انديه، الاول بدانا بمنتخب مصر. طبعا كان ليها الرياضه في ده دكتوره سحر الهواري، هي عملت اول تكوين فريق كره قدم نسائيه في مصر، وبدات تجمعهم من المحافظات، يعني محافظه القاهره، محافظه اسكندريه، اسماعيليه، بدانا نكون. فالهرم بقى بالمقلوب، يعني الاول كان المفروض طبيعي ان انت بتكون انديه وبعدين تكون منتخب مصر. لا، احنا الاول عملنا منتخب مصر واشتركنا في اول بطوله افريقيه اللي هي 98. وبعد كده بعد ما رجعنا من بطوله افريقيا بدات نعمل انديه، موضوع الانديه. طبعا اول بطوله افريقيا 98 ديت كنا كسبنا المجموعه الماتشين مع اوغندا، وصلنا لنهائيات افريقيا. طبعا كانت يعتبر اول بطوله لينا. كان ما فيش حد كان يسمع عن كره القدم النسائيه، او كانت بتتقابل الاول طبعا اكيد طبعا باستخفاف او كده، بس بدات دكتوره سحر بصراحه يعني في نشرها في جميع المحافظات. فكانت بتبدا مثلا زي مثلا ماتشات اهلي زمالك، ماتشات افريقيه، فكنا بنعمل ماتشات استعراضيه في الاول عشان نبين ان في حاجه اسمها كره قدم نسائيه. لما صعدنا نهائيات افريقيا بدات الناس تبص لكره القدم النسائيه. لما رجعنا عملنا انديه وبدات بقى المسيره في منتخب ناشئات، في منتخب كبير، الانديه كلها. بس طبعا للاسف الانديه الجماهيريه زي الاهلي او الزمالك ما كانش فيه. ما كانش فيه. ما كانش فيه. ليه بقى؟ ولغايه دلوقتي مش فيه. ليه بقى؟ انا هجي لك يا فرح، بس النقطه دي بالنسبه لي مسكت فيها عشان النقطه دي مجنناني. ليه اهلي وزمالك واسماعيلي ومصري واتحاد الانديه الجماهيريه؟ الاسماعيلي كان فيه. كان فيه. وكان من اول الانديه اللي تشارك، وكان ناس مهتمه جدا في الاسماعيليه بكره القدم. ليه الاهلي والزمالك مش موجودين؟ بص، هو اكيد ليهم اسبابهم. بس اكيد انت دلوقتي، انت زي ما بيقولوا كده ايه، انت من الناس القديمه قوي في الشغلانه بتاعت الكره النسائيه في مصر، فانت فاهمه ليه الناس تحب تشتغل كره نسائيه، وفاهمه برضو ليه الناس ما تحبش تشتغل كره نسائيه. ممكن يكونوا قلقانين مثلا من يبقى في ان هم ما يبقوش الرياده مثلا ليهم، ان يبقى في بعض الفشل او بعض ان ما يبقاش في اقبال. لكن انا اللي سمعته السنه اللي فاتت كابتن شطه عمل اول اكاديميه كره قدم نسائيه في الاهلي، ودي بدايه مبشره طبعا جدا. سمع ممكن الزمالك يبدا، الاسماعيلي النهارده بدا يرجع نشاط كره القدم النسائيه في مصر. لو الانديه الجماهيريه دي اشتركت، كره القدم النسائيه هتتغير 100% في مصر. هايل. طيب فرح، عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. وليه بداتي ازاي؟ ليه فكرتي في كره القدم؟ دايما انا بسال السؤال ده للبنات اللي بتيجي معايا لعبوا كوره، دايما البنات هم او اولياء امورهم يودوهم لالعاب اخرى، يعني دايما كره القدم دي كان عندنا في مصر يتقال لنا انها بتاعت الولاد. لكن دلوقتي طبعا، مش دلوقتي بس، على سنين قريبه فاتت بدات الناس او البنات تخش كره القدم زيها زي الولاد، وكانها مش رياضه، هي اسمها رياضه يعني،
ناس تتعامل معاها ليه انها رياضه ولاد بس وهي اسمها رياضه في كل الاحوال. جات لك الفكره ازاي وبدات ازاي؟ انا في الاول اصلا كنت بلعب باسكت بعد كده كنت ماشيه فيه كويس قوي بس ما حصلش نصيب يعني. فمره اخويا كان بيلعب في اكاديميه فجي قال لي تعالي اقفلنا جون. بهزار يعني؟ بهزار. دايما بنعمل كده مع اخواتنا البنات. اخواتنا البنات اقفلنا انت جون عشان الجون دي الحاجه اللي بتضايقنا كلنا اللي هو ايه اقف انت وخلاص. فيش يعني انا اسف والله اللي هو كده كده انت مش هتلعبي وتجري وسكينة. اللي ما بيعرفش يلعب يقف جون معروفه يعني. فوقفت جون كويس قوي اصلا والماتش ده كان احنا اللي كسبنا كمان. فماما قالت لي تعالي اوديكي فريق في النادي. انا كنت عضوه في وادي دجله. فكلمت كابتن وسام على طول ورحت وبدات ناشئين والحمد لله من الناشئين. كابتن وسام قالت لي انت كمان 5 شهور او 6 شهور اتفرجي على نفسك. بعد كده فعلا بعد 5 شهور على طول انا رحت منتخب ناشئين. كنت حارس رابع. بعد كده الحمد لله ربنا كرمني وبقيت حارس تاني. يعني مشيت خطوه كويسه قوي من ساعه ما رحت بس. ورجعت منتخب الناشئين اتصعدت فريق اول وادي دجله. بعد كده من فريق اول وادي دجله اتصعدت منتخب مصر فريق اول. هايل. دي بقى قلت لها انت 5 شهور هتبقي جامده جدا وحارسه جامده جدا. شفتي ايه فيها بقى؟ عرفتي ايه؟ اولا الاجوان دايما عشان الاجوان عند الناشئيه الكره النسائيه ما بيبداوش من سن صغير. فانت دايما بتدور في لعبتين لا اما كره السله لا اما كره الطايره. عشان الطول كمان. مش الطول بس. ماسكه الكوره. تمام. هم بيلعبوا بايديهم كويس. الجامب بتاعهم بيبقى عالي. فانت دايما بتدور على اللعيبه. هي كانت لعيبه باسكت مميزه. وكنت بشوف استلامها في الكوره والجامب بتاعها والتوقيت نفسه كويس. فكانت عندي نظره ان هي بعد 5 أو 6 أشهر هتختلف مع التدريب. وفعلا كابتن علي يحيى كان مدرب منتخب مصر ساعتها ناشئات. وقلت له عندي مفاجاه ليك لما هتمرنها هتختلف جامد كده. وفعلا كابتن علي يحيى بدا مع فرح وفعلا فرح التطور بتاعها كان عالي قوي عن بقيه اللعيبه. انت تحديدا عندك دور صعب جدا. يعني انا اعتقد مدرب الفريق الاول مش هيبقى عنده المشكله بتاعتك. انت بتدوري على ناشئات اصلا ممكن يبقوا قليلين كمان مش موجودين كتير زي الولاد. الولاد هتلاقيهم في كل حته عايزين يلعبوا كوره فممكن تعرفي تنام. وان كان احنا عندنا اصلا مشكله في الناشئين الولاد يعني اصلا يعني. فانت عندك مشكله اكيد مضاعفه. ازاي بتقدري تختاري؟ ازاي بتقدري تشوفي؟ انت بتدوري ولا هم اللي بيقولوا لك؟ بتعملي ايه يعني الشغل بتاعك يبقى عامل ازاي؟ بص هو انت بتدور في الناشئين وفي البراعم. اول حاجه طبعا عناصر اللياقه البدنيه الاساسيه. اللي هو السرعه القوه الرشاقه. الحاجات دي الاساسيه اللي انت بتدور على المهاره هتتعلم. المهاره هتتعلم. في ناس بيبقى عندهم اكيد مهاره من عند ربنا بس طبعاً. في حاجات بس التوافق الرشاقه السرعه الحاجات دي اللي بتلفت نظر المدرب للناشئات او الناشئين عامه. في الرياضه. في اي رياضه عامه انت اهم حاجه الاساس ديت اللي هي العناصر اللياقه البدنيه الاساسيه. لما بتشوف لعيب وهو بيرقص وهو بيلعب كوره او كده اللي بيلفت نظرك مش المهاره هو بيرقص ازاي او بيعمل حاجه لا بيلفت نظرك ازاي هو بيستلم الكوره ازاي الرشاقه بتاعته ازاي التوافق بتاعه ازاي طريقه الجري نفسها السرعه الحاجات دي طبعا بـ 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 مع التدريب. هو بيتطور ولا ما بيتطورش دي مهمه دي كمان. طبعا تدريبات الناشئات او الناشئين عامه في السن الصغير على فكره ما بيفرقش بين الولد والبنت. يعني انت لو مرنت الولد والبنت في السن الصغير هتلاقيهم قريبين من بعض. صح. فعشان كده دايما في الاكاديميات او في اي حاجه هتلاقي الصغيرين دول بيلعبوا مع بعض. طبعا عشان التطور العضلي بعد كده بيفرق الولد عن البنت. لكن في الفتره بتاعت الشباب او الناشئات او الناشئين بيبقى طبعا الاثنين زي بعض. طيب عايز اسالك على وادي دجله بقى. وادي دجله هو حكايه مش ناس كتيره تعرف الحكايه الحلوه دي. وادي دجله في كره القدم هو بقى الاهلي او الزمالك او وادي دجله في كره القدم النسائيه في حته تانية لوحده. ليه بقى وادي دجله دايما فارق في حته لوحده في كره القدم النسائيه وليه السنه دي كمان تالقتوا جميعا وقدرتوا تفوزوا بالدوري مره اخرى؟ الدوري اللي انتم مكتسحينه دائما يعني. اولا وادي دجله هو منظومه مش اكاديميه مثلا وبتكبر وبتبقى مثلا ماديه يعني مثلا مش بتبقى معموله بفلوس لا احنا نادي. انما مثلا باقي النوادي هو بيكون مثلا مجموعه يعني كذا حد بيجمعوا ويدفعوا فلوس للعيبه ويشتروهم عندهم لكن مش بتبقى منظومه زي وادي دجله.
احنا طبعا عندنا براعم وعندنا ناشئين وعندنا فريق اول. فوادي دجله اصلا ما بيقفش على حد، يعني مثلا لو حد مشي من فريق الاول مكانه في الناشئين بيسد على طول موجود. كلنا مثلا بنبقى ايد واحده، ما فيش حاجه اسمها مثلا دي مشيت لا فالنادي هيقع بسببها زي باقي الانديه الثانيه. مثلا عندهم مثلا لعيبه مميزه هي دي اللي بيلعبوا عليها مثلا. صحيح. بس عشان كده مثلا احنا على طول في تقدم وكده. طيب انتوا بقى في البطوله السنه دي، البطوله اللي كسبتوها، كان مين اكتر نادي بينافسكم؟ كان مين اكتر نادي؟ كان الجونه وكان الطيران. هو الطيران عامه هو المنافس الاول لينا. بس دلوقتي يعني دخل معانا جونه، يعني بقت في تطور اصلا الكره النسائيه. فبقى كل الانديه مثلا، يعني زمان كنا مثلا نروح نلعب اي نادي بندي سكور مثلا يعني 5 أو 6 أو 7. لا دلوقتي بقى صعب ان انت مثلا يعني 2 ده انت كده خلاص كويس قوي. دخل فيه جاب جول السنه دي؟ لا انا وانا معايا حارس اسمها نصره. نصره عيد. انا وهي على طول بنبدل مع بعض، يعني مثلا هي ماتش انا ماتش. انت بقى دخل فيه كام جول؟ انا هشوفك دلوقتي. ولا واحد صراحه دلوقتي. ولا جول؟ لا 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 بصراحه لعبه هي ونصره بصراحه. الحمد لله. احنا نصفرك مع الاهلي ماتش الجاي على فكره. في دجله انا عايز اقول حاجه، ان في دجله كل واحد منظومه دجله عامه كل واحد عارف دوره ايه، ودي مهمه جدا. ما بتلاقيش حد بيتدخل في شغلك، كل واحد عارف دوره ايه. تاني حاجه التعاون كويس قوي بين الثلاث قطاعات عندنا في دجله، بين الفريق الاول كابتن وائل وكابتن الشيخ وكابتن نشوه معايا، ومع كابتن شيماء ومع كابتن نوره ومع كابتن مريهان في البراعم. هتلاقينا على طول مع بعض. طريقه اللعب، طريقه لعب الناشئات لازم تبقى نفس طريقه لعب الفريق الاول. ما ينفعش انا العب بطريقه لعب انا علمها للناشئات هم مش هيلعبوها فوق، ما ينفعش. صح. لازم يبقى في تطور. صح. ما شاء الله احنا بنقول كده برضو في الكره بتاعه القدم اللي جامده ما بتتعملش يعني. لا هي دي على فكره احنا الكلام الصح المفروض يتعمل. لا والناشئين يعني. ولاد عندنا على فكره الناشئات او الناشئين عندنا في دجله مستر ماجد سامي هو حاطط بند، هو ما بيدورش على بطوله في الناشئين والناشئات. هم عنده هدف، انت هتصعد كام لاعب يلعب في الفريق الاول. ممتاز. طريقه اللعب، متعه الكوره. دايما احنا بنقول للناشئين او الناشئات استمتع وانت بتلعب. هايل. ما تلعبش ان انت تحت ضغط عصبي. هايل. لا العب، انت ما بتطلبش منك. وانت كمان في لعيبه اتدربوا معاك كتير طلعوا بعد كده في اوروبا. في طبعا سارة عصام عندي وعندي طبعاً. رنيم طبعا. كل دول اللعيبه وليلى شريف. ليلى شريف وكل دول ودنا كل دول سافروا بره. هايل. كمان دجله عندك بيبقى فيه طموح للعيبه. كره القدم النسائيه مشهوره في دجله. انت عندك الانديه الثانيه ممكن تلاقي كذا لعبه، لا كره القدم النسائيه انت عندك لو مشيت في الشارع دلوقتي في اعلانات هتلاقي فيه لعيبه كره القدم النسائيه، السكواش، الحاجات دي. في دجله لا، الدجله مهتمين بكره القدم النسائيه. انا جاي لك بسؤال صعب قوي جه في بالي دلوقتي. انت حارس مرمى فريق وادي دجله، حارس مرمى اساسي فريق اول، مظبوط كده؟ طبعا. وخدت دوري. الحمد لله. بتاعتي كام مليون في السنه؟ 20 20 ولا 30؟ لا 20 مليون. شويه 20 اقل شويه. قول 15 مثلا، قول 10. انا عارف انا بهزر طبعا. طبعا كره القدم انا بعمل اسكواد طبعا، مش عايز اعرف بتاخدي كام. لا هو ما بتقارنش بالرجاله. هو ده اللي اقصده يعني. ما فيش ارقام. لا هو ده اللي نفسنا. عندنا حارس ما بيخشش فيه ولا هدف هتلاقيه بياخد رقم خزعبلي. اكيد طبعا. ليه بقى؟ انت دايما الارقام دي بتبقى قليله بالنسبه لكم. مش وادي دجله، مش بتكلم على وادي دجله بس، الكره النسائيه عقود اللاعبين فيها بتبقى قليله. هو لسه بصراحه ما اتعملناش عقود، هي من بدايه شهر 7 هيبتدي يتعمل عقود اللعيبه، لان احنا الدوري ابطال افريقيا احنا دخلنا فيه السنه دي يعني هيتعمل. بس ده شرط بقى ان اي نادي هيشارك لازم اللعيبه بتاعته يكون معمول لها عقد. هايل. فمن اول شهر 7 هيبتدي العقود. على فكره احنا السنه اللي فاتت اشتركنا في اول بطوله افريقيه للانديه. طبعا طبعا. انا عايز اقول لك حاجه، بيشترط ان البطوله دي قدرت فيها بمباراه على فكره. بالظبط. ان انت لازم، احنا ما وفقناش بس تمام يعني. لازم يكون كل حاجه احترافيه. المدربين، العقود بتاعه المدربين، المرتبات، الدكاتره، اللعيبه نفسها لازم يكون عندهم عقود. وده اللي السنه دي وادي دجله هيعملوه، وده اول نادي هيتعمل في مصر في كره القدم النسائيه ان كل لاعب يبقى ليه عقد. طيب ما عشان ده يحصل عشان يبقى يعني اكثر صراحه يعني، ما انت مثلا ممكن تبقي انت شايفه ان انا فعلا حارس كويس وانا عايز ابقى زي لعيبه الكوره واخد عقود كويسه، وده سؤال ليكم انتوا الاثنين. هل في سبونسرز؟ هل في رعايه كامله؟ هل في فلوس بتدفع للفرقه دي؟ ما انا لو انا اداره نادي وعايز ادي عقود للنجوم عندي مش هقدر اديهم فلوس الا لو بيخش لي فلوس بسببهم. هل بدات الناس تخش وتنفست وتصرف على الكره النسائيه ولا لسه؟ لا الكلام لسه. لسه. لا لسه طبعا. لسه, لا لسه طبعا. متاخرين فيها شويه طبعا. دي مشكله كبيره بصراحه. اكيد طبعا. طيب انا عندي سؤال ليكي مهم جدا. بشوف في اوروبا
بعدد قليل مش دائما يعني مدربات بتشتغل مع فرق رجاله فرق اولاد، هل ده من طموحاتك؟ هل ده بتفكري تعمليه؟ على فكره كانت بدايتي في بدايتي كانت في نادي الجزيره، كنت ماسكه فرقه ولاد هايل، كانوا تحت 13 سنه ودخلت بيهم بطوله قطاعات وعملت معاهم شغل كويس. مفاجاه حلوه دي. مفاجاه حلوه دي، برافو عليك. وكانت الولاد مرتبطه بيا جدا وانا كنت مرتبطه بيهم. بس قلت حاجه، في مدربين رجاله كتير قوي، انا ايه شغلي الاساسي؟ لا البنات. انا شايفه كمان ان موضوع الناشئات لو ان اهتموا بيها في مصر والبراعم، مصر هتختلف خالص في كره القدم النسائيه. المدارس، المحافظات، الصعيد، بني سويف، انت بتروح تلعب افريقيا ما بتعرفش ان دول بنات ولا اولاد وانت جوه الماتش، يعني انت لو جمهور بره انت ما بتبقاش متاكد ان دول ولاد ولا اولاد بنات اللي بيلعبوك. عشان تقابل الناس دي لازم يبقى في موضوع الكشف عن الولاد او البنات نفسها، لازم يكونوا من المناطق هم بيتعبوا فيها، زي مثلا بني سويف، زي اسوان، زي الحاجات دي، البيئه نفسها بتاعتهم، نوعيه اللعيبه، ان هم بيستحملوا ازاي يلعبوا في افريقيا، الحاجات دي مهمه جدا طبعا. تاني حاجه انا شايفه ان المدارس لسه فيه نقدر ندور على لعيبه موهوبين في بطولات المدارس، بس للاسف يعني موضوع البطولات المدارس بكتشف ان احنا عشان نعمل بطوله مدارس في كره القدم النسائيه يروحوا جايبين لك اللعيبه اللي في الانديه يشاركوهم في بطولات المدارس. طب ايه الهدف؟ صح، يبقى ما عملناش حاجه. انا عملت ايه الهدف؟ زمان 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 قوي كانوا بتوع العاب القوه وكره القدم الولاد او كده يروحوا يدوروا في المدارس على اللعيبه اللي ما بتلعبش في انديه، هم ده الهدف بتاع بطولات المدارس. مظبوط. لكن مش الهدف ان انا اخلي الولاد والبنات اللي بيشتركوا في انديه هم اللي بيلعبوا في بطوله المدارس، لا. طب ما دول كده كده بيلعبوا في نادي، بيلعبوا يعني وعندهم ناس تشوفهم ومدربين يمرنوه. صح. لا احنا لازم ندور على ناس جديده. وده طبعا ده دور دكتوره دينا الرفاعي، شايفاها انا مهتمه بكره القدم النسائيه. صحيح. وانا اتكلمت معاها مقابله شخصيه وقلت لها لازم نهتم بالناشئات والبراعم، وهي قالت لي ده اكيد، وعشان نطور كره القدم النسائيه اكيد لازم نهتم بالبراعم والناشئات، وموضوع المدارس ده اكيد لازم نعمل له مشروع كبير. من اسبوعين استاذه دينا الرفاعي كان في مكالمه جمعتنا وقعدت تحكي معايا في حجم المجهود، وقالت لي انه من اصعب الملفات ملف الكره النسائيه، وبدات تحكي معايا وقلت لها حتى ان انا يعني تبقى تنورني هنا ضيفه عزيزه عشان نتكلم في الامور دي، عشان انا بتكلم معاكم في القصه دي انا شايل الهم، يعني شايل هم فكره انه لا الكره النسائيه تستحق كمان اهتمام. يعني بصراحه احنا خدنا خطوات عشان نبقى اكثر امانه وصراحه، بس لسه كتير، احنا مشوار طويل قوي. طيب فرح، انت زي اي بنت في الدنيا بتبقى عايزه تلعب رياضه وعايزه تعيش حياتها وعايزه تشوف مستقبلها في المذاكره وفي مستقبلها في حياتها، هل الكوره بتعطلك عن اي حاجه في حياتك، ولا انت شايفه ان الكوره دي حاجه مكمله وجيده في حياتك؟ لا انا شايفه اصلا اللي هي منظمه لي حياتي جدا. ممتاز. لان انا بعمل ما بينها وما بين الدراسه بالانس كده، وقت يعني هي مثلا تاخد مني جزء كبير قوي من الوقت، بس ان انا شايفه ان هي يعني منظمه لي حياتي جدا، اللي هو مثلا لا انا بصحى انا رايحه الجامعه، خلاص من الجامعه اطلع التمرين، هخلص هروح رايح شويه اقعد اذاكر انام، هصحى ليها روتين، بس روتينها كويس اللي هو مش حاجه تزهق وممله، لا وبعرف امارس حياتي جدا عادي خالص. ممتاز. عارفه ليه سالتك السؤال ده؟ عشان يبقى رساله للناس كمان، مش بس في القاهره، في اقاليم وفي اماكن، انه كتير يقول لك ايه البنت لو لعبت كوره فكده هتعمل دراستها، لا كده هتعمل حياتها الشخصيه، كده مش هيتعرف تعمل، وكان برضو كره القدم دي بتبوظ حياه البنت اطلاقا. بالعكس هي بتنظم انا كمان ام واولادي اولادي رياضيين، اكتر حاجه بتنظم حياتهم هي الرياضه. صحيح. ازاي يصحوا بدري، ازاي يلتزموا بمواعيد التمرين، ازاي يذاكروا علشان يلحقوا التمارين. كره القدم النسائيه عندنا بنات بتيجي من الشرقيه وبنات بتيجي من بني سويف وبنات بتيجي من الاقاليم، ويجوا التمارين، والموضوع ده لما هيكبروا هو هينفعهم في حياتهم الشخصيه نفسها. هيديهم ازاي يتحدوا ان انت تعمل كذا حاجه في وقت واحد. ممتاز. ازاي ينظموا حياتهم. دور اولياء الامور انا عايز اقول ان هو اتغير جدا جدا في موضوع الرياضه بجد. ولي الامر دلوقتي هو حريص ان ابنه يجي التمرين اكتر من ابن نفسه. يعني ممكن تلاقي بنت جايه مكسله شويه ووالدها ووالدتها جايبينها، عشان انا عايز اقول لك حاجه، ساعات بيبقى في ماتشات الاب والام بيستنوا على باب المدرسه، رغم ان بيبقى في باص مثلا المدرسه، لا هم بيستنوا على باب المدرسه معاهم لبس التمرين والاكل عشان يلحقوا يروحوا التمرين. الله. فدور اولياء الامور كويس ده في جميع الانديه على فكره، مش بتكلم على دجله بس، في مصر
دور اولياء الامور اختلف جدا. بطوله افريقيا اللي فاتت دي، لا البنات الصغيره انت اتغلبت، واولياء الامور بيشجعوا عشان بناتهم تعبوا ولعبوا حفزوه وشافوا ان البنات ليه عملوا مجهود. هايل. ده وعي اختلف. ما بقاش مش بقصه ان انت الرياضه ان انت تكسب بس. لا، في حاجات تانية كتير ممكن تكسبها. على فكره الخساره كمان بتعلمك حاجات، ازاي تاخد قرار. اللعب نفسه الكوره انت مش هتلاقيك تقدر، انت في وقت هتاخد قرارين، انت هتباصي ولا هتشوط ولا هترقص. القرار ده نفسه بيتغير فيك، ازاي تاخد قرار في وقت صغير. الحاجات دي كلها بتاثر على شخصيتك. عندك حق. فرح، انت اكيد متارجته حاجه لنفسك، متارجته انه اكمل مع الفريق الاول، احقق بطولات، اطلع بره في اوروبا. هل جالك حاجه؟ هل بتفكري في حاجه؟ هل انت بتدوري او حد بيدور لك، ولا انت عايزه تكملي في الفتره الحاليه في دجله؟ لا طبعا، اكيد نفسي طبعا العب بره. انا جالي عامه وانا صغيره، بس كان ساعتها كنت المفروض ان انا ابقى في مدرسه انترناشونال، وانا مدرستي عربي خاص عادي، عشان مثلا اكمل تعليمي بره والعب مع المدرسه، وبعدين العب مع الجامعه بره وكده. بس ما عرفتش طبعا عشان مدرسي مش انترناشونال كده، فما عرفتش اظبط الموضوع ده. لكن دلوقتي طبعا انا بحاول اعمل نفسي سي في كويس، عشان يعني هما مش بياخدوا مثلا باسم فرح، لا هما بياخدوا بقى فيديوهات، انت لعبتي كم ماتش، بتلعبي مع المنتخب. يعني دلوقتي لو انا بره قالوا لي مثلا البنت ديت رقمها في الدوري في مصر، ما دخلتش فيها ولا هدف، هتوه دلوقتي حالا. بس برضو لازم يشوفوا فيديوهات وصور وحاجات. انا بس بقول على فكره الناشئات اللي راحوا بره وسافروا بره، موضوع تصوير الماتشات ده فرق معاهم في الاشتراك في الجامعات بره، لان سهل لهم وعمل لهم بعض التخفيض كمان في فان انت دلوقتي بقى ليه اهداف تانية في طموح. كل لعيب صغير وكبير دلوقتي عنده طموح ان هو يلعب بره، خصوصا ان احنا عندنا امثله ناجحه زي ساره عصام وزي رنيم وزي دانا وزي ليلى شريف. كل دول كانوا في مصر واحترقوا ولعبوا واحترفوا بره. فليه لا، الموضوع مش بعيد. صح. كابتن وسام عثمان مدير فني ناشئات وادي دجله، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا اللقاء، ودايما موفقين ودايما في نجاح دائم ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا. ايضا كابتن فرح سمير حارس مرمى فريق وادي دجله ومنتخب مصر، انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتيني ونورتيني. والمره الجايه 10 مليون جنيه العقد بتاعك. 10 مليون جنيه في الموسم ولا في الموسمين؟ لا خليها في الموسم. قولي لي في 10 مواسم. انا موافقه يعني، برضو يعني خليهم في 10 مواسم. دايما موفقه ودايما ناجحه ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، نواصل إن شاء الله.